السلام عليكم، معكم جواد إثراب من معهد المغربي للطاقة الشمسية ميزان. اليوم غنحاولوا نشرحوا لكم الفرق ما بين الكابلات اللي كتستعملوا في الطاقة الشمسية وما بين الكابلات العاديين، اشنو هما المميزات ديالهم وعلاش كنستعملوهم. وغادي نهضروا حتى على لي كونيكتور MC4، امتى كيخدموا وعلاش وكيفاش كيخدموا. بقاو معنا. الانواع ديال الكابلات، هذا بالنسبه للكابلات ديال الطاقه الشمسيه، شنو هما المميزات ديالهم؟ هما ديما كيكونوا دي كابل سوبل، وكيكون فيهم جوج ديال لي دوبل ايزولاسيون، غادي تلقاو فيهم من الداخل هاد لاكين البيضاء، ومن الفوق منه غادي تلقاو هاد لاكين اللي كتكون على برا، سواء في الاحمر سواء في الكحل. دونك هاد لاكين، هاد لي كابل كيكونوا يو في، يعني واخا تحطو في الشمس ما يطرى لهم والو، ما ايطونش، ما يدخلش لهم الماء، كونتر لا ديشيرور، يعني واخا كتجبدهم ما غاديش يتقطعوا هاد لي لام لداخل، غيبقاو ديما مزيانين، سواء كيتقطع الكابل كامل سواء كيبقى مزيان. والمميزه الميزه اللي فيهم هي ان هاد لي كابل فيهم ما كيتشدش فيهم العافيه، حيت المشكل اللي كيكونوا في الالواح الشمسيه هو التيار المستمر بصفه عامه هو لارك الكتريك، يعني الا كان عندك واحد الموفي كونتاكت ولا كاين شي مشكل، دونك كيكون عندك واحد لارك الكتريك اللي كيشعل العافيه. دونك هاد الكابلات ما خصهمش، الا عندك لارك الكتريك ما خصش العافيه تشد فيهم وتدار عندك البروباغاسيون، يعني تشد فيهم العافيه وتبقى غاديه مع الكابل. دونك غادي نجربوا ما بين هاد الكابل العادي اللي كتستعمل في الالتيرناتيف التيار المتناوب، وغادي نشوفوا مقارنة مع هذا الكابل اللي هو كابل ديال الطاقة الشمسية. كما كتشوفوا هنا هو الكابل اللي كنشعلوا فيه العافيه، يعني واخا كتحرق لاكين ولكن ما كدارش البروباغاسيون. واخا نخليوه يعني هذيك لافلام كتبقى في البلاصه ديالها ما كتبروباغاش. نشوفوا الا درنا كابل عادي، يعني الناس اللي يخدموا مثلا بكابل عادي في الكونتينيو، يعني ما بين لي بانو او الكوفري ديالك وما بين لونتري دو لونديلور ولا لو فارياتور ديالك. وي شتو كيفاش كتشد العافيه في هذا؟ يعني باش ما كتزاد الحراره دونك كتشد فيه العافيه، باش ما كتشد في لاكين ديالنا، يعني وكتبقى غاديه مع الانستالاسيون. دونك هذا هو الفرق الاول. وعندنا لي كونيكتور MC4 اللي هما ملتي كونتاكت 4 جينيراسيون اللي كيتستعملوا باش نديروا الميز اون سيري، تركيب على التوالي ديال الالواح الشمسيه. دونك علاش كنديروهم؟ اولا ما كيديروش لينا دي موفي كونتاكت، اون فوا كيتسد دونك عنده هاد الفيروياج ما يمكنش يتحل مازال فاسيلمون، يعني ما يمكنش يجي شي واحد فاسيلمون ويحل هذا اون شارج. ثاني حاجه ليتونشيتي، دونك الا شفتو عنده جوانات هنا وعنده جوانات لداخل، سكي في ما كيدخلش ليه الماء، دونك هادو كيكونوا احسن من سكوتش ولا الدومينو. من الداخل كنلقاو فيهم، دونك كتلقاو MC4 بلس، لو بلس ولو موان. لو بلس ديما هو المال،
داكوغ الفيميل هو الموا. بالنسبه للانستالاسيون ديالهم غادي تلقاو جوج ديال لي زومبول الداخل ديالو. دونك كاين واحد لومبو مال واحد لومبو فيميل. بالنسبه للومبو مال كنديروه في الام سي 4 فيميل يعني مع لو موا, يعني لومبو لي مال كنديروه مع لو موا, والفيميل كنديروه مع لو بلس. دونك باش نقادو واحد لي ام سي 4 غنحتاجو كاين واحد لو كيت ديال الانستالاسيون ديال لي ام سي 4 اللي كنلقاو فيه ثلاثه ديال لي بانس, واحد البانس كوبون لي سبيسيال. علاش؟ حيت كما كتشوفوا هاد الكابل سولير كيكون غليظ بزاف, كيكون صعيب باش يتقطع فاسيلمون. دونك هذا كيقطعو فاسيلمون. بخي عندنا واحد البانس اللي كيحيد لينا الجلده, اللي هو هذا, وعندنا واحد البانس اسيرتي اللي هو اللي غيسيرتي لينا. وكيكون عندنا جوج ديال لي كلي. هكا شوفوا هاي كنديرو لومبو ديالنا. كنديرو في البانس نشفتو هنا. دونك علاش البانس سيرتيان ما كنديرش في البانس كوبون ولا بلا؟ دونك باش يشد لينا فاش كنسيرتيو كيشد لينا لو كابل ديالنا مزيان. من بعد كما قلنا هذا مال غنديروه في لو بلس. دونك نحلو هذا ندخلو, هذا هو الاول وكندخلو. اون فوا كنسمعو واحد طق, دونك صافي راه كيتشد مزيان. او كنسدو هادي, وعندنا جوج د هاد لي كلي, هادي كتدخل هنا هادي هنا. دونك هذا هو لي ام سي 4 ديالنا واجد. نفوا كنشدوه مع الاخر, دونك كيكون مزيان.